صباحكم سعيد. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نعود من جديد خلال هذا الصباح مع قهوة الصباح، غادي نقطر لكم شوية شوية. بما أنهم بغوش يقطروا لكم بعد ما كملوا يعني الاجتماع ديال هذوك الأربعة، ولكن راهم صيفطوا لكم الغلاف ديال اللقاء ديال 17-18، اجتمعوا عليه كملوا. وكاينين مساكن دوك اللي بيميكتهم باقيين على نيتهم، حسرات السميريه كيصحابهم فعلا غادي يخرجوا لهم شي بلاغ مشترك. إذا غنقشر لكم واحد، أنا لقيتو هي غادي نقشر شوية الحق، اللحمة باش الجلدة، حق شي تيدوش، ماشي مشكل، باش نوضحو لكم اش كاين واش طرا، وفعلا داكشي اللي قلناه حنا منذ قرن أزمار كما تيقولوا، أن حنا متبعينه بالموسى النهار اللي حط رجلو من حط قبل ما يدير المهم من حط هو من 15 أكتوبر 2021 حنا متبعينه بحال الخيال ديالنا نهار في الشدة والبرد. إذن كلشي كنا اللي كنا تنلمحو عليه وكنا تنقولو طلع حقيقة مرة. الآن هذا مشير في يعني إعلان عن ساعد الحسن اللي تنتظر الكل منذ زياد من سنة ونص ديال غير ديال الحوار والجلسات إلى آخره، وتشوفوا أنتم الصحة مع التعليم العالي راه به في ذو الغرض. هادو حينت كاينين شي أشياء يعني ما كانوش داينها لكن كنت عارفوها. هذاك الشيء علاش كما كانت يقولوا سرية الجلسة، لأن هذاك الشيء اللي يعني اللي العرض اللي عطاتهم الحكومة وصلوا ليهم بالموسى، لأن الموسى تيجيب لهم العرض ديال الحكومة الأخم طالعوا عليه ووافقوا على الجانب اللي تيخصهم هنا اللي هو هذوك الربعة الملفات اللي زرعوا عليه. فعلا هذاك هو الشيء اللي كاين خلال هذا العرض اللي كان جاب بالموسى في اتفاق ديال 18 يناير ولا حتى 14 يناير، لان هذه الخطه اللي داروها العرض المدير هو الان ديال 2022 2026. هذه المراجعه ديال النظام الاساسي، الاصلاحات اللي غادي تكون فيه الى اخره، فهاد العرض ديال خارطه الطريق ديال 2022 2026، وحتى العرض المالي اللي جا وهذا الشيء غادي نهضروا اليوم بالارقام باش تعرفوا وزارة المالية وزارة التربية الوطنية الغلاف المالي اللي تخصص ليها باش ما تبغوش تحلموا اللي تخصص ليها. وخلال هاد 2022 2026 مزيان. إذا قبل ما ندخلوا بالنسبة للعرض اللي كانت قدمته الحكومة وقدموا الموسى للناقفات كلها تتعلم، هي عدمت حد هذا الشيء اللي كنت نقول لك من جيت قلت لكم راه يعني التصور كانت عارفه النقابات كان قبل ما توقف. العرض اللي جابوه بالموسى ديال الحكومه في اصلاح المنظومه في هذاك الشيء اللي غيتسوى تسويه الملفات الى اخره، فعرفته النقابات من الواقع كلها بخمسه تلفنا كل شيء كان بالنسبة لهذا التوظيف ما بقاش شي حاجة اسمها الوظيفة، باش تكونوا فاهمين أن الآن في هذا الإصلاح الآن ولات مهنة التعليم، قالوا وحتى في المسار تيقول لك المسار توحيد المسار المهني لو باكو بروفيسيونيل ولات بروفيسيون ميتي، ما بقاش أومبلوا، ما بقاش حاجة اسمها وظيفة ولات مهنة. هذا عرض راه عطاه لي رئيس الحكومة وفسروا ليهم راه مفسر بلي ديتاي في خارطة الطريق اللي طالعوا عليها قبل ما يوقفوا 18 يناير 2022، لأن العرض اللي جا حتى في التوظيف
اللي التوظيف الجهوي جهوي كاين شي حاجه اللي داك الشيء ديال لونسيون تي داك الشيء اللي كان قضيه الوظيفه العموميه الى اخره شي منين جا قالوا لي مرفوع العرض اللي تعطته الحكومه هو التوظيف الجهوي والاليه ورغم ذلك باقيين شوالين حنا باقيين متمسكين بالوظيفه العموميه تيدريبلوا في الناس باه ما عندهمش كمامه ما عندهمش المراجعات على شي حاجه وتيقول لك التوظيف الجهوي اقصى ما يمكن وفعلا التوظيف الجهوي هو اللي والمرسوم ديال المرسوم ديالو مشروع المرسوم راه طرح في 9 فيفري 2023 هل لا تمركز الاداري الى اخره اللي غادي هو غير تخرج منه الوصف ديال التوظيف الجهوي هذاك الشيء علاش ملي كانت النقابات توسط اللي هي حتى ما يمكنش لهم الوزاره ما يمكنش لها يعني تلاقى مباشره مع التنسيقيه ديال اطر الاكاديميات وكانت يعني جاوا بوساطه ديال النقابه 29 نهار 29 30 29 فيفري نوفمبر و 30 دو جانفير 2021 يلا جا عطوهم العرض وشافوا بان راه كاين التوظيف الجوي ما كاينش شي حاجه تما باش ما بقاوش تيمشيو ما بقاوش تيشاركوا اذا هذوك اللي في التنسيقيه عارفين يعني العرض اللي كانت قدمته لهم الحكومه ها هما الان ضربوا الطن ساقلين ما كاينش علاش لان المشكله اللي تتحكم فيها هو المدبر ذو الخلفيه الاحصائيه لا موفيز جيستيون والنائب الدائم اللي هو ما اللي تيحبكوا هذا الحيال وهذا الكحال وكيفاش تي وتيخطوا هذاك الشيء علاش هما داروا سريريه الجلسات لان ما عندهم ما يقولوا اش غيقولوا يرونوا تيكملوا دروك الان من قربوا يكملوا ولو تيهيئوا الشغيله وتيوجهوا ثاني يروحوا للفور الحكومه تيقول لك الحكومه راه تراجعت على بعض المقتضيات هي راه ما تراجعت ما والو راه من ديبار من 2021 يعني جاو عطاهم العرض 2022 18 يناير عارفين داك الشيء اللي غادي يتنزل الان واللي غيدوز واللي ما غيدوزش عارفينو من ديبار والان بداو تيهيئوا الشغيله ان راه الحكومه تراجعت على بعض المقتضيات منها الى اخره بداو تيدريبلو ماشي مشكل غادي نرجعو حنا ونعطوكم الارقام اللي عقلتو ان القجع هو يعني مكلف باعداد الميزانيه داك وامو الشكارة اللي دير قال لك بان كاين هناك في هذاك الشيء اللي كان دار هو 100 مليار حوار اجتماعي ديال 2023 2022 30 ابريل قال لك كاين 8 مليار و 200 مليون عقلوا معايا اللي دار تخفيض ضريبي وهذيك الزيادات اللي داروا المهم الكلفه ديال الحوار الاجتماعي 30 ابريل 2022 هي 8 مليار و 200 مليون وانا ذاك قال لك راه كاينه اجراءات اخرى بحال هذا الحوار القطاعي ديال وزاره التربيه الوطنيه ديال بن موسى اللي تيحاور مع النقابات وهذا الشيء راه غادي كاينه واحد الكلفه اللي غادي نوصلوا الا زدناها على 8 مليار و 200 غادي نوصلوا يعني ال 14 مليار اللي هو لي نورم ديال الحوار الاجتماعي الكلفه ديال الحوار الاجتماعي هنا غادي نرجعوا الان وغادي نشوفوا الكلفه الماليه اللي تعطات لوزاره التربيه الوطنيه باش ما تبقاوش تحلموا انا قلت لكم بقيتو بيا نعطيكم نقطر لكم كل شيء اما لي ديتاي ديتاي دونك يمكنش ان انا نعطوها لصحاب الكيش والبركاسه ووصولي اللي ديال سندغينيه كذا نهائيا تعاملوا فقط مع الرجال الاحرار النساء الحرار فقط لا اذا شنو هي الكلفه الماليه اللي تعطات لوزاره التربيه الوطنيه لان
اولا هادو اللي باقي يكذبوا تيقول لكم زياده في الاجور، ما زياده في الاجور طالع منها، ما طالبوا حتى زياده في الاجور، خصوصا بالنسبه لهاد القطاعات الثلاث اللي هما اختارتهم عطاوهم الاسبقيه اللي هو الصحه والتعليم العالي وقطاع التربيه الوطنيه. يعني الصحه والتعليم، انت تقول التعليم على التعليم العالي وقطاع التربيه الوطنيه والتعليم، هادو تعطاتهم الاولويه، ولكن هاد الزياده اللي غادي تكون ما كاينش شي زياده اوغمونطاسيون ما كاينش. هذيك من تكون عامه للجميع، هذيك كاينه يعني تحسين الدخل عبر اجراءات اخرى، يعني اميليوراسيون دي روفوني بار دوطر بروسيدور، بار دوطر بروسيدور، بحال هاد التخفيض الضريبي امبوسي روفوني، هاد التخفيض الضريبي اللي داروا وهاد الاجراءات. اذا الاجراءات ديال المراجعه ديال الانظمه ديال هاد بلاد الصحة والتعليم العالي وقطاع التربية الوطنية هو اللي ولا عبارة عن زيادة غير مباشرة. إذا ما كانش حاجة اسمها زيادة في الأجور في الحوار الاجتماعي اللي هو الآن باقي ما كملش باش تكونوا واضحين. ممكن زيادة في الأجور يهضروا عليها مستقبلا في هذا الحوار اللي دار الآن اللي هو باقي غيدخل في 2024، ولكن بالنسبه للقطاعات ديال الصحه والتعليم كاين عندهم زيادات اللي دارت عبر المراجعه ديال الانظمه الاساسيه، ريفيزيون دي سيستيم ديال ريفيزيون ديال لي سيستيم ديال. اذا باش نرجعوا نعرفوا شحال تعطات للتعليم، التعليم تعطاتها 2 مليار هذيك ديال الدرهم اللي كانت دارت اللي تدخلت بمرسوم اضافي الى الخزينه، هذيك دارت سيدي هذه كانت خصصت لمتاخرات تسويه المتاخرات ديال الترقيات اللي توقفت من 2020. اذا هذه ماشي زيادات، ماشي هذه ديون، ديون كانت تتسالوها الدوله، هذه راه ديون. اذا هذه بحال ما محسوبش 2 مليار ما محسوبش مزيان. واحد اللي تعطات الان كاين 1.7 مليار، مليار و700، هاد مليار و700 كيفاش هما قسموها؟ هي قسموها علاش؟ كاين هذيك تحفيز الموظفين، هي هذيك من هذا التحفيز داخله فيها من هذا التحفيز، وكاين المراجعه ديال هذوك الملفات الاربعه اللي دارت ديال المراجعات ديال يعني الاداريين والتربويين ديال الاداره التربويه ديال المتصرفين قوام اطار متصرف يعني المتصرفون والهيئات الاربعه اللي كانت اللي هما الاداره التربويه الاداريين كانوا مكلفين وغيروا لهم الاطار انهم متصرف من 2016 اسنادا ومسلكا، وعندك المكلفين خارج سلكيين والمستشارين في التوجيه والتخطيط، هذوك الملفات الاربعه. اذا هذوك الملفات الاربعه زائد هذه المنحه التحفيز اللي دارت هادو عطاوهم مليار و700، مليار درهم و700 مليون سنتي. قضينا كاينه واحد 4 مليار، شوف ولدي 4 مليار اللي شدرت، هاد 4 مليار تخصص للتكوين، هادي دارت للتكوين في المدة ديال 2022 2026، هادشي اللي غادي يكون ديال التكوين وتأهيل المؤسسات التعليمية إلى آخره. لأن كما قال لك أن الآن ما بقاتش وظيفة ولات مهنة، عندنا بروفيسيون ديال التعليم، وهاد البروفيسيون خاصها فورماسيون، خاصها تكوين، خاصها دي ستاج، يعني وكاين هناك قواعد مضبوطة لهادشي. إذا هاد الميزانية اللي تخصها شوفوا 4 مليار كلها مشات لتكوين الأساتذة ديال الابتدائي إعدادي ثانوي، يعني تكوين ديال الأساتذة ديال الأسلاك الثلاث وتأهيل المؤسسات فعلا، لأن تيقول لك بأنهم راه خاصهم تكوين خاصهم فورماسيون ديال التكوين ديال يعني التكوين المستعمر الى اخره.
إذا 4 مليار، إذا نشوف واش تخسر 1,700,000,000 فقط هي اللي تخسر كهذه المنحة ديال التحويج اللي غادي تولي، اللي هي الآن يلاه داروا 500 مؤسسة، يعني تقريبا اللي غتكون فيها شي 833 درهم، يعني مليون سنويا، 10,000 درهم سنويا، اللي هي ما اللي غادي يعموها مستقبلا. يلاه دركا بداو غادي يبداو فيها يعني خلال هذه السنة المقبلة، الموسم ديال السمر المؤلف. هذا المليار و700 هو اللي كاين الدعم، المليار و700 راه تخصص اللي قلت لكم المتصرفون ومن معاهم والمنحة التحفيز. أما 4 المليار فراه مشات ولد عمي للتكوين والتأهيل، فورماسيون كونتيني والهم الحال وتكوين الأساس وداك داك التخربيق ديالي. إذا من غادي نجي نحسبوا، قلنا أن الحوار الاجتماعي ديال 30 أبريل 2022 حوالي 8 مليار و200. مزيان، هذيك 2 المليار ديال المراجعات المتأخرة ما هضرش على هذيك الديون. غادي نديرو 1,700,000,000 ديال التعليم، شحال فيه 1,700,000,000 اللي تعطاتو، وتعطاتو 4 المليار، هذه راه ما تحلموش بها، هذه راه ديال التكوين وديال إعادة التأهيل الهم الكحل. إذا شحال ولات تعطات للتعليم؟ تعطاتو 5 المليار و700. إذا 5 المليار و700 فقط، غادي نزيدو 8 المليار و200، عطينا 13 مليار و900. داكشي علاش القجع ديك الخطرة اش قال لكم راه غادي نوصلوا تقريبا لي نورم ديال الحوار الاجتماعي اللي الكلفة ديالو 14 مليار دور 120. يلاه تبارك الله عليكم، نشوفكم في فيديو آخر.